الحمد لله رب العالمين. هنا يجب علينا أن نتعلم كيف نخطط للأمور، وكيف الأمل والعمل يحدوهم النصر، وما النصر إلا صبر ساعة. بيفضل الإنسان يقاتل وهو في الجهاد ومنتظر، عازل المعركة تخلص، عاوز تنتهي معاه النصر ومعاه كل حاجة، بس مش قادر يصبر. اصبر الساعة دي، لو صبرنا الساعة دي النصر جاي. مش كل لحظة والتانية نشكك في أمور بلدنا وأمور تخطيطنا. اصبر ساعة النصر ولو ساعة نصبرها. لازم يا اخوانا نتحلى بالصبر لأي شيء يحصل، لأي مكروه، إنما النصر صبر ساعة. فمش معقول نضيع كل اللي فات ده عشان مش قادرين نصبر على شوية آلام أو شوية أوجاع. أديكوا شايفين ربنا ناعم علينا قديه، مدينا قديه، وتروح تجيب كيلو الطماطم ب2 جنيه يا أخي، وتروح تجيب كيلو البرتقال أو الإسفندي ب3 جنيه يا أخي. سبحان الله العظيم، بتقف على الفرن وبتاخد عيشك زي الفل. نعمة ربنا علينا على كيلو البطاطس ب2، بتجيب العشر ليمونات ب2. سبحان الله، رخاء احنا فيه مش حاسين بيه. بنحس بيه امتى؟ لما يبقى فيه، لما يقول لك الطماطم بقت ب10 جنيه تحس. لا، احنا عايزين نحس بالرخاء والنعمة اللي احنا فيها. عايزين نشكر ربنا ونعود لربنا ونرجع تاني نشكر ربنا على الخير ده. بلاش نبص بأي نظرة تانية، نبص بنظرة التفاؤل، نظرة الأمل. الأمل اللي بيصاحبه العمل يا اخوانا، ده اللي بندور عليه مع شبابنا، علشان خاطر مفيش حد بكرة وبعده. ما يلومش على حد، لوم نفسك بس. قبل ما تلوم على غيرك لوم على روحك. قبل ما تتكلم على غيرك شوف انت بتعمل صح ولا غلط. قبل ما تغتاب الناس اعرف بان الناس هيغتابوك. قبل ما تنم في الناس، الناس هينموا فيك. قبل ما تبيح عورات الناس، اعرف بان ربنا هيتتبع عورتك. قبل ما تعمل الشر، لازم تعرف انك هتحصد شر. امسك ايدك عن الشر، وامسك لسانك عن الغيبة والنميمة، وامسك جوارحك عن الذل للناس وعن البغي والظلم على العباد. وخلي كل ده في طاعة ربنا، واعمل وخلي الامل في ربنا، وظن في ربنا خير، هتلاقي الخير معاك منين ما تروح، وما تخافش من حد طالما معاك ربنا. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا. اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا. اللهم انا نسالك يا ربنا العيش في الرغد يا رب العالمين، واجعل حياتنا كلها خالصه لوجهك الكريم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين، وحافظ على جيشنا وشرطتنا يا كريم. وصل اللهم على سيدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولكم بالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا. الله أكبر، يرحمني ويرحمكم الله. واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.